يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دوريش بوند. هيا وعندك هذا نائب الرئيس. نائب الرئيس أمر بالقوة والخير ومش راح يكون وزير. إيه وزير أعطيك توا وأخذ الزين على الإحدى. أعطيك توا وأخذ الزين على الإحدى. وأنا ريش كون خلاك سيبتي يا الخسلان طيبين بيا كي الشتران. صباح الخير يا صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. شوف أول مرة كنشوف ناس كيمثلوا دور الحجارة. واش نتوما أصنام؟ أشنو هادشي؟ ياك ما دخلتو شي ديانة أخرى، ديانة ديال بودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش سكتي الموسيقى يا وجه النحس؟ سكتها باش نقدر نهضر معاكم. حنا ما كنسمعوكش. حنا دابا في الحسيمة في الجبل كنشوفوا الطبيعة والبحر. ما تفوتوش الحدود. دابا الدراري ممكن نهضر مع ولادي ولا لا؟ لا ما غاديش يسمعوك، لأن أنا مسيطرة على العقل الباطني ديالهم. ها دابا لو بغيت نهضر معاهم ما نقدرش. لا غتقطوي معايا انا وانا غنوصل ليهم. بارك الله. ريتا زينب مودا الله يسيطر عليهم. المهم انا كنت بغيت غير نشوفهم حيت غادي نمشي للخدمه. كنت ربنا يبغوا يكونوا باغي المصروف اليومي ديالهم. بابا 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 رشي ويه بحال باباهم. نطيني 100 درهم عندنا حفلة. 100 درهم حفلة؟ واش كل نهار نتوما كديروا حفلة في المدرسة؟ واش نتوما كتقراو في المدرسة ولا كتقراو في قاعة ديال العراس؟ أنا بابا باغا واحد 300 درهم، عندي واحد الرحلة وزيدني عليها 200 درهم باش نلقى باش نشري مليكم في الرحلة. هي 500 درهم. هادشي كله رحلة. أنا بغيت نفهم هاد المدارس هادو. خلص الشهر، خلص الكساوي ديال الدراري، خلص الماكلة ديالهم، حتى إلا بغاو يوكلوك خاصك تخلصهم. وزيدة وزيدة بالرحلات، وفكون هكا ماشي رحلات يحمروا الوجه. واش الغابة عباد الله غانو كتشوف 500 درهم، 500 درهم أنا كنت كنمشي نخيم بها أنا وأمك. بابا، أنا بابا عندي رحلة لإفران وخاصني نمشي ليها. سير مع أختك في الكار. راه ما يمكنش أبابا، راه خاصني 1200 درهم. أها، علاش بالسلامة 1200 درهم؟ هما بابا عطيتيهم بجوج بهم المجموع ديالهم 600 درهم، وهما غير نص عود، أنا عود خاصني الدوبل ديالهم هي 1200 درهم. شتي هاد الهضرة ما بقيتش تسمع، اسكت. ما غاديش نسكت بابا، أنا كندافع على الحقوق ديالي، لا للقمع، نعم لحرية التعبير، وحرية التعبير راه حق دستوري يا بابا. ولات عندي المعارضة في الدار، صافي، مزيان تبارك الله، هادشي اللي كتعلميهم، هاكو، ها 600 درهم ديالكم هي اللي عندي بجيبي، ها، يلا سيروا لهاد الرحلة ديالكم، يلا. لا حول ولا قوة الا تكونسونطرا. اوف اللقوة سكتو. اجي شنو عاوتاني؟ حط 1000 درهم ديال المصروف. ياك تما في الحسيمة تغداو تما. انا نائب الرئيس. صباح الخير والربح. واه يا وليدي وحنا من غنصبح. واه يا وليدي صباح الخير والرب. صباح الكل. خلعتيني اختي، خلعتيني شك والله. ياك ابراهيم انا جن غادي نخلعك. لا دابا انا مع زهاد حاد فتح ناس القهوه، راك عرفتي اختي عائشه وما خرجتي ليا. ديري دقي شي حاجه، ما قلتي والو. اسمح لي يا مديتها شي حاجه. شنو بغيتي عائشه؟ بغيت نتسلف من عندك. ودي 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 ودي. عندك زبل الفلوس؟ شو الفلوس ما كتعطاش على الصباح اول حاجه، وانت عارفه دابا على الصباح ما يمكنش باش نسلف. عافاك عافاك اخويا ابراهيم، الله يخليك صحتك. لا وانا ما عمري دخلت معاك في هذه القضيه ديال السلف، وما انت ماشي ما كترديش بعدا اول حاجه. نقول لك صراحه
انا عمري ما تسلفت من عندك وزدون تنكر الخير. علاش نسيت شحال من راجل تسيقت معاك القهوه؟ هذاك التسيقه قديمه مولاي احمد جاي داير لي شوها. ايه ونسيتي المعلي تنغسل ليك. ماشي داير ما غسلتي جوج طباصات. ومني تخسرات لك ماكينه العصير ما جيتيش تسلفتها من عندي وليتي خسرتي عاوتاني وما تسلفتهاش. الله يحفظك ويرحم باك ما نسلفكش. عقل فيها انا في ما كتصيفطني مامي دو كتقول لي سير نعاونك فشي حاجه في القهوه كنجي نجري. مامي دو هي دو سيري 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 مامي دو مامي دو الموزيط. صباح صباح الخير والربح. الصباح حتى تخلع عليها السمو يا احمد الله يحفظك. واه تبارك الله خارجه اخويا قالك شي تسلف عندي على الصباح. تسلف وعطيها صاحبي. اش غنعطيها؟ عطيها العصير. عطيت لها العصير شنو نعطيها؟ ليه غنسلفها منين؟ مش الصباح. انت عارف هذه عيشه معنا بحال بنتنا راه ما يبغى خصها ما تيكونش عندهم. اعطيها بلا ما تسلف. اعطيها في سبيل الله. اخويا القديمه قلتي ليهاش انا ديجا اصلا فايت مسلفه وغير من البوربوار ديالي بعدا باش تفهم راه ما كنلقيش فلوس كنت. سير 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 جيب لي شي قهوه وجيب لي الجورنال. الجورنال حقه الجورنال ما بقى كتبوا فيه والو. جيب الجورنال ودخل سوق راسك. جيب الجورنال وما فيه والو. ها انت ما كاتبين والو. هذوك اللي غيكتبوا عليهم راه كلهم شدوا كلشي غير غيكتبوا. شوف 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 نائب الرئيس. نائب الرئيس ودي ودي ليك منتا. لا 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 بلاتي لا 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 شوف سيدي البرنامج درم دانياك لا لك نائب الرئيس مسلسل يفوز باعلى مشاهدة هاد الممثلين صاحبي ما كيسيبو ما يديرو كتبانو لهم غير حنا. حنا كنمثلو في البرلمان وهما كيمثلو في التلفزيون. مزاحمين معانا غادي تخلع صاحبي صاحبي انت خبطوك انت مازال ما درتي والو. كيفاش غادي علاش ديك القهوه؟ واقيلا غادي نمشي نشرب قهوه في كيفاش نشرب قهوه؟ الناس انا بدر ما عندي حتى ليا بعدا خصني ندور معايا 600 درهم اللي كانت عندك شطوني الدراري. ها ها باش ترد لنا الصرف. ويلي 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 كيفاش الصرف؟ واش الصرف بعدا اصلا في المنام راه والمشاكل اش عطيني الصرف نص واش غندير بعدا؟ باش ترد على الناس انت كشتي الناس تخرج كيشوف بالوراق راه هما كيجيو مصرفين من الديبار. سير قضي الغرض الله يعاونك. صباح الخير والربح. واه يا وليدي صباح الخير والربح فيك يا وليدي. أنا نائب الرئيس. أنا نائب الرئيس. الله سعادة الرئيس أرجعك شو أسوينا الملف الصفر اللي قلتي لي لا شفتي هذاك الملف؟ لا شفتي هذاك الملف؟ لا حيتو من الكفر. نعم أسيدي علاش حيتي من الكفر؟ هذاك ما خصوش يدخل هنا. هذاك راه ملف فيه أمور خطيرة جدا. الله يهديكم أسيدي. أسيدي لا راه جاي واحد لجنة من الفوق. ها هي واحد التقنيقه دابا جاتني عيط لي السيد قال لي 100% واحد اللجنه جايه من الملف. اللجنه على الصباح غتقدر دير شي تفتيش مباغت وانت تعرف هذا الملف حساس سعادة الرئيس. شوف هذاك الملف ما نبغيش يبقى يدور عندنا في الجامعه. هذاك ما خاصش اللجنه تشوفه واللجنه راه يديها طويله تقدر تدخل في اي بلاصه. الله يرضي عليك الله يرضي عليك انا معول عليك. كون هاني انا درت منه كوبي من هذا من هذا. اها درت فيه لي فاكتور وما هذوك. أه؟ انا قلت لك كل شيء امور مضبوطه. ما يرضي عليك كل ما عليك مفيلي فيه مصور. سعادة الرئيس قريته ورقه ورقه سطر سطر نقطه نقطه. صافي عملي ملي حتى اللي فليتيه صافي. هذا دابا غادي نهديه غنخرجوا من الجماعه. غب لا كي غتخرجوا ولا كنتلجوا عندك. شوف ضربوا لي في شي بلاصه انا لداخل. ضربوا لي انا لداخل وكيما يشوف واحد ما يشوف واحد. غندي عند الكاتبه. لا 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 الكاتبه هذيك عند هذاك المكتب مفرع. شوف ديروا في شي بلاصه اخرى. دي عند حكيمه. لا حكيمه كتنقي بطاطا تما. انا غادي ندي عند سكينه مازال شويه من هي بالبورطابل تقدر تحطوا لنا لتحت ما كدا في حد. سيرهم سير صافي سير. شكرا سير. شكرا الصباح واش في الصباح انا تجيب الاخبار بلاوطه. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد اللجنه ما غير تجي فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا نائب الرئيس. ربي اللي بعديني على عقلي. طيب انتي ساعة عافاك مامي عافاك. ماكي لا مامي أولا مامي دابا راك مسالت عليا. واه شد سالة عافاك قهرتيني. الله يحفظك صحتك. ياك نسيتي انا اللي تنديك ديما للحمام ونحك ليك ونكسلك ونتهلا فيك ونغسل لك حتى شعرك. ايه ولكن بنيتي راه كتزيدي فيه. واه عافاك عافاك مامي الله يخلي لك زعما. شو غات هادي ثاني شنو بغيتي؟ ويلو بغيتها تسلفني باغا نصايب كيكه لسي احمد. ويلو على تصاوب كيكه داك الكيكات الزينين ديالك ديما لايحينهم. لا لا شتي هادي انا متاكده منها شتها في واحد الموقع واعر وقلت زعما نجربها في سي احمد. جربيها سي احمد. مالو فار ديال التجارب؟ لا لا انا زعما بغيت ندير كيكه ونعطيه هو يجربها على عجباتو حيت قال لي الا طيبتي شي نهار شي حاجه وعجبتني غتكوني انت هي مولا الدار. دابا وعدك مسكينه بقيت تحلمي عمرك ما تفرحي بها. علاش؟ وداك الطياب الزين ديالك والو عافاك مامي دو عافاك. طلبها قول لها تسلفني.
ولا لا عافاك مامي دو سلفني ما تيش غير نسلفو راه كتخسري ومع الشارج صافي ما بغيتش مامي دو سلفيني انتي الله يخليلك صحتك عافاك 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 يعطيك الحمى يا اختي ها نوري ما كتقاداش هاكي ها هي 20 درهم صوبي بها كيكا ها ندير ها هي يلا يا ويلي ودي شو تجيب ليا خد صوبي كيكا سويورة زغيورة ها عجبتنا هو هذاك ما عجبتناش غادي نلوحوها صافي ماشي مشكله شكرا ماميات شكرا عجيب غدا فابور تحري هذيك 20 درهم بعدا غادي تطلعي لفوق السطح وتصبري لي دوك الزرابي وتفركيهم مزيان وتهبطي تسيقه من الفوق حتى لتحت وتحكي لي الزجاج صافي انت بنيتي مديتي لي كامل هادشي غتدخلي لي للكوزينه غتجبدي لي دوك الطناجر غتضربي ليهم واحد الحكه بالصابون البلدي والجيكس فهمتي وتمسحي الغبره وتمسحي داك الدجاج وتعاود ثاني تردي لي المعنات البلايستو الله يرضي على بنيتي واخا انا غندير هادشي كامل اللي قلته ولكن بغيتكم نتوما توقفوا معايا وتعاونوني فاش تاني قولوا السي احمد قال لي راه عايشه ظريفه وزوينه وحادقه وكتهلا لك في الدراري شتي انتي مع الاسف وجهك ما معاونكش هي انا خايبه لا انتي ماشي خايبه انتي راه زوينه وفنه وكتضوي بالزين ها هي انتي سبحان الله ما عندكش قابول قابول هذا ديار دايره ليا مرتبه انا عارفه وبيني وبينكم شي انا راه من نهار ريبوا لي هذوك جيران سيدي عبد الرحمن وانا كنحس براسي مخالطه في عظامي انا خاصني نمشي نجري على راسي انا بقيت بحال هكا ما غنتزوج ما غندير حتى شي حاجه وغنمشي تكانا شنو اللي خلاك ويلي عباد الله هنيت ربي ما بالك مصيبي ماما ها هو لطيف انا راه كنخاف عليه هذاك شي علاش انا نائب الرئيس اري الفاكتور هو السي صالح هو السي صالح واش ملف مغبر هكا ندخل لجنوك راه جيت معك لا سمح لي السي صالح لجنه التفتيش هذه ما كنتش عارفه بالك ديك لاباس ما دروينا اش ندير الدوسه اللي خارج لا والو ام احمد لجنه 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 التفتيش ماذا لجنه التفتيش جايه من الفوق ام احمد جيني تفتيش من الفوق ولا تجي من تحت حنا مالنا مالنا شنو كاين عطيهم اللي بغاو الدوسي اللي بغاو عطيه ليهم راه معارضه مولاي احمد معارضه صافي سيدي انتوا اللي جا معارضه المعارضه المعارضه مالنا حنا كنديروا اللي جا عطاو جعلنا كاين شي دخل هذه الكيل غتسيفطنا للحبس تكالموا شويه تكالموا راه ملي كيشوفوك مخلوع كيشكوا كالمتو انا غادي نمشي نشوف مع الرئيس لطيف شويه عليكم عندهم اللي بغاو ومسحوا الدواسه بالغبره حيت شحال هادي ما تجبدوا باز العافيه شي على في الجماعه هو مبرد كان مغسل صافي ماما زيدي شويه الماء لهذيك الطنجره غادي تحرق بلاتي يلا مامي دان هاي كيكا سايتا كتبان زوينه ياك ايه على ما دوقيها دوقيها شوفي كي غتجيك نشوف لازم ندوق زوينه زوينه عطوك هي غتعجب السي احمد واش عجبتني انا ما تعجبوش هو دابا خصك تصاوبي الكبيره باش تقدكم كاملين ايه ولكن انا غادي نعطيك اش غتزيدي فيها اش غنزيد فيها بلاتي هانتي غتزيدي فيها هاد الفنيده هو اللي غندير الفنيد في الكيكه لا بلاتي وقلا ما غتقدش خصها باش تجي لذيذه صح نزيدو فيها واحده اخرى عافاي ياك كل هادشي جديد ولات كدار الفنيد دار في كيكه وانا كنقول ما شومش كيصدقوا لها الحلاوي كدير فيهم هادشي يلا شكرا مامي دو سير بلاتي كاع ما عطيتيني الفلوس ويلي علاش الفلوس وباش غنصيب كيكه يا راسها ما كتقاديش ماما عندك شي صرف تما اري واحد 100 درهم صرف كيفاش صرف انت عاد دور الدوره ودي راه الصرف عندي تلقى ماما من نقير هادشي اللي عندي دابا هاك شوفي ايه ولكن ماما هادي راه كثيره بزاف صافي ما كثيراش غتحتاجيها لان تبعك سفر
غادي نمشي لشهر العسل. ايه ان شاء الله. انا سعيد. ايه سير. يلا نمشي صيفا ونجي. سير. اويلي بنيتي مالك عاطيه 200 درهم كامله. ماما هادي راه داخله في البلان. ما تخافيش على بنتك. اشنو شتي هذيك 200 درهم هي اللي غتغبر ليها الاثار من هنا ما نبقاش نشوفوها لانها ولات كتجتهد ودارت كيكه واعره. لا صراحه ولا داقها هذاك المسخوط صافي غيقول لك هذه هي المره اللي بغيت. ايوا فهميني. لا عندك الصحه. واه طفي طفي بنيتي هاد البوطه طفي. اختي ما تاخديش مطيشه راه غلات في السوق. خدي غير البطاطا باركه لك ولا البصله هادشي اللي كاين. سكينه بلاتي ما تقطعيش. واه سكينه واش تعرفي شي على في الجامعه وتشي تليفون 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 تليفون. انا سي صالح. المهم هاد الملف هذا راه مري قال لي مصايب مزيان. الا جات اللجنه ولا شي حاجه على غفله اعطيهم هذاك الملف. حتى السي احمد الا جا اعطيه هذاك الملف. هذا ملف صفر. شنو هذا؟ ملف صفر. هذا الملف هذا اللي انا خرجت من الكوفر ديال الحاج العلالي. فيه دواسه حساسين ما نبغي حتى شي واحد كون هاني بما فيهم ولي احمد كون هاني السي صافي يشوفوا صافي عقلي صافي. ملف صفر صفر غنخزنوا. صورتي عليه صافي. هذا كيدخل بالسند ويخرج بالسند صافي. شوف صافي كون هذا العول عليك صافي. يلا يلا قطعتي ولا باقا معايا في الخط؟ صافي كديرة انت بخير بعدا مشيتي تقضي في المارشي؟ ايه صافي كوني هاني. يلا بسلامة عليك الله يعاون اختي. يلا على بسلامة. الله يثبتنا الشهادة. مش قال لي الملف الصفر ولا الحمر؟ قال لي الحمر صافي. وقت اللي خصني نخبي كوني هانية. لقيت قطعات هادي سميرة أباك يجي وجدي الطبلة وكل شيء يكون الدار نقية. عافاك بنتي الله يرضي عليك تكون كل شيء هاني راه نتا واش مش ما تقول الدار كان عم تفتي واش خدامه معنا ولا مع البوسطه استاذه مع الدار وانت عارفه شنو واش جبتي في الخدمه ولا في الدار واش هذه الجمعه ما غتقادش وعارفه استاذه شنو اللي كاين معنا اعطيني الملف ديال الحسابات راه الدنيا مقلوبه لداخل ها هو الاستاذ ها هو ها هو ها متاكده متاكده هذاك الحمر اش فيه فيها شي دواسه ها شي دواسه ما عندناش عاديين عاديين مزيان هلا انا نائب الرئيس. شحال قوت الايمان اللي فيك سبحان الله العظيم. انا ما فهمتش كنتي كتصلي يا كنت كنصلي انا كتجبد هذه اللبده غير ملي كتجي عندك شي لجنه ولا شي حاجه كنطلب الله طلب الله سبحانه وتعالى طلب الله السلامه هادشي راه كيخلعش ها هو كنتي موجه وجهك قبله قبله راه هاد الجهه الرئيس قبله انت دابا تقول لي عامين وانا كنصلي وانت كتصلي على وقت المناسبات ومالك مخلوع مالك مخلوع راه اللجنه راه اللجنه في سكنه تخلع او ويكون الباطل الباطل راه ما عرفتش شحال من الرئيس دابا في الحبس ما عرفتش والله ما عرفتش شوف شوف ما ديرش ما تخافش ياك انت ما دير والو لا كل شيء كيدوز على ديك الصحن ياك ما مخبي عليا شي حاجه لا 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 حرام واش مخبي عليك شي حاجه شي ورقه هكا شي ورقه مخبي لا ما كاينش ورقه ورقه والله ما كاين ورقه ايوا صافي واش مخلوع لا لا ضروري تخلعوه جاي عندك لجنه وجاي عندك من المركزيه مرحبا بهم تخلعوه ايوا ولكن الباطل الباطل اخويا لا ولكن هما مستندين على طلب من جهه المعارضه هذاك بو بلايص اللي عندي في المجلس هو هذيك هذيك بلاد ما ديك ديك الرابعه هما اللي دايرين لي دماغ هما اللي عيطوا عليهم هما اللي كتبوا لي المرقه قال لهم حقا عندنا اختلاسات في الجامعه شفت اختلاسات اخويا اش كنديروا حنا؟ واش كنديروا خدمتهم كيديروا خدمتهم راه عادي السيد الرئيس عادي وحنا ما كنديروش خدمتنا راه كل شي واحد كيدير خدمته ايوا مالك مخلوع ما مخلوعش انا لا باين مخلوع لا والله انا شو وجهك صفر لا انا ما مخلوعش كنترعد اش راه طبيعي المهم قول لي شكون اللي جا في اللجنه شكون؟ جا في اللجنه جا واحد الراجل اش غنقول لك؟ واحد طويل واحد دو صلعه ابيض وزوين وكيخنزر بزاف وها كيخنزر راشد الياقوتي راشد الياقوتي كنعرفو اييه قال لي اسمي هذاك السيد ما تخافش منه شي المعارضه واخا تبقى تطبل اليوم وغدا الا ما كانش شي حدا شافها وحسبها وقاده ولقاها قانونيه ولا غير قانونيه عاد كيدوي هو والرابور ديالو ما شو هذاك الراجل ما فيش حس الغش واش كتعرفو
صاحبي حصلا الفتنة وكل ما كسرني انا ما غتكونش تكات اي عندك لا عندك حصل القاع اي الفتنة دابا فين مشاو فين مشاو خرج مع المعارضة خرجوا مشاو للباركينغ قالك باغي يعبروا عبروا دوك الطوموبيلات شحال كاين داك السميه داكشي اللي كيديروا ديال الكيلومتراج مشاو يشوفوا الموظفين مشاو صافي تحبت حط هذيك اللبدة حط هذيك اللبدة باش ما يجوش يلقاوك تصلي حط هذيك اللبدة كنصليو لا ان شاء الله مستقبلا حط هذيك اللبدة ها وكالم توا وخليني انا غنقاد لك كلشي اخويا راه دير الثقه ما حدك معايا انا والله ما خايف تهنا 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 وشوف راه بعد الخطره راه الخلعه هي اللي كتدخل الشك دابا انا بقيتي هكا كتقفقف ومخلوع راه يصحابو ما عرفتش داير ولا حيت الباطل لا الباطل لا انا خايف عم الباطل ماشي الاخر ما تخافش ياك عم مخبي عليا والو لا دواسا كلهم دايزين على يدي كلهم دايزين عندك ايوا صح ما كاينش اهلا 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 سي راشد تبارك الله مرحبا بك تفضل بارك الله فيك تفضل ارى لي سيدي هذوك الملفات الله يخليك هاهما سيدي حطينا لكم كل شيء هنايا الملفات كلهم راه الاشاره كاين شي حاجه ما نقضي وحنا موجودين وخاصه الله يجازيك بخير داك الملف ديال 333 ضروري ديال الحسابات خصو اطراج اللي قلتي لي على قبيله وحتى الملف 423 ضروري حتى هو شوف الله يخليك عطوني كاع الملفات اللي فيهم مشكل وفيهم شي حاجه ديال الشك جيبهم لي انت شوف السي المفتش المحترم ها هو الملف ديال 433 ها هو الملف الاخر اللي قلتي ها هو الملف 433 وهذا الملف هذا راه هو اضافه وزناه لكم الملفات كلهم عندكم ولا خاصكم حتى شي ملف اخر نجيبوه اش كاين السر كلشي الشيء اللي قال لك الصح احمد راه هو اللي كاين كل المخازن اللي كنت حاجه سيدي ها صافي تلا سيدي كلشي ديالكم الله لا ضيعنا شي باطلس لا ضيعنا شي لا عقل لي على 333 ما نساوش الله يخليك السي احمد امور واضحه الله يخليك غير تفضلوا نديروا خدمتها الله يجازيك واخا خلاص يلا خليك لك الله يعافيك الله صافي دابا خيرني اش كاين السي دراج واخا تصدر الله يخليك درنا ما يمليه علينا الضمير قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإغدو ريشبوند.